ولكن قد يكون ما يحصل الآن تمهيدا لما قد يحصل في المستقبل في مقاطعات أخرى في داخل روسيا. لا شك بأن وجود 20,000 عنصر من واغنر في منطقة معينة لا يشكل تهديدا بحد ذاته خطيرا على النظام الروسي، ولكن إذا انتشر هذا التصرف في بقاع أخرى، مثلا إذا قامت قيادات عسكرية في مناطق أخرى من روسيا أو في هذه الجمهوريات للقيام بعمل مماثل لما يحصل في روسيا من قبل واغنر، بإمكان هذا الأمر أن يتمدد في روسيا. أود أن أشير إلى شيء مهم، يعني من مصلحة الغرب كانت في عام 1990 مصلحة الولايات المتحدة بصورة خاصة أن تتوحد روسيا وتتوحد هذه الجمهوريات في الاتحاد الفيدرالي الروسي، ولكن تبين بأن هذه السياسة كانت خاطئة. أعتقد أن تفكك روسيا يصب في مصلحة الغرب، لأن روسيا قد يوما ما قد تكون بلد ديمقراطي. نعلم جيدا أن بوتين زج معظم خصومه في السجون وقتل من قتل وسمم من سمم حتى خارج روسيا. إذا تفكك الاتحاد الروسي يصب في مصلحة الغرب، لأن روسيا قد تكون بلد ديمقراطي، قد تتفكك القنابل النووية، وقد ربما تكون مرشحة لأن تكون عضو في الاتحاد الأوروبي كما كان الحال عندما كان يلسن رئيسا لروسيا. نعم. كان هناك حديث عن انضمام روسيا للاتحاد الأوروبي. والعدد يعني حوالي 25,000 لا تشكل خطرا على روسيا. عدد القوات المسلحة الروسية في الوقت الحاضر بين الجيش والبوليس والأمن الوطني وأجهزة الاستخبارات هي بحدود 5 ملايين. نعم. إذن 25,000 جندي لا يشكلون تهديدا للنظام العام في روسيا، ولكن إذا انتشر هذا الأمر، إذا قامت منظمات مسلحة في داخل روسيا وفي هذه الجمهوريات وقامت بعمل مماثل لما يحصل الآن، إذا انتشر هذا الأمر في روسيا فإن ذلك قد يعتبر تهديدا، لأنه 5 ملايين جندي والبوليس ممكن أن ينقسموا أيضا. قد تجد مثلا هناك 10,000 من هؤلاء الأشخاص الذين يحبذون ما يحصل الآن في تلك المنطقة من قبل قوات واغنر.